اتكلمنا كتير عن ولادنا ومخاوفهم وازاي يتكيفوا مع أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن مش ناسين طبعا علاقتنا بشريك الحياة. صحيح ما بقاش لنا فرصة ان احنا نقضي وقت خاص مع بعض زي ما كنا قبل كده، ان احنا نتعشى مع بعض او نمارس رياضة مع بعض برا البيت، ولا حتى ان احنا نروح الكنيسة مع بعض، وبقينا كلنا ملتزمين مع بعض بالقعدة جوه البيت، لأن طبعا في احتمالية لا قدر الله إن حد فينا يصاب بالمرض. طبعا إحنا بنصلي وبنتمنى إنكم كلكم تكونوا سالمين معافين. إحنا فريق العمل في Focus on the Family مستمرين في دعمكم لمساندة شريك حياتكم عشان تبقوا قريبين مع بعض خلال وقت الأزمة اللي بيواجه العالم من فيروس كورونا المستجد. وبعدها عايزين نشارك معاكم بعض الأفكار. في البداية عايزين نشجعكم أنكم تحتفظوا بالتواصل بتاعكم مع بعض بشكل مستمر. رتبوا وقت أكتر تقضوه مع بعض، وقت خاص بيكم انتوا الاتنين، تحكوا مع بعض، تحددوا وقت تمارسوا فيه رياضة بسيطة مع بعض جوه البيت، احلموا سوا وخططوا سوا لبكرة وللمستقبل. ولو كنتم بتشتغلوا من البيت مش محتاج طبعا اقول لكم عن دور كل واحد في مساعدة شريك حياته في اداء مهام عمله في خصوصية وهدوء وبدون مقاطعة. وبخصوص مشاركة وترتيب الامور المادية، مهم جدا في الوقت ده انكم تكونوا متفقين عليها مع بعض. فكرة كمان ان الوقت ده فرصة رائعة للمشاركة في مسؤوليات وشغل البيت ورعاية الاطفال وتلبية احتياجاتهم. مفيش مانع ان احنا بمحبة نقسم علينا مهام الطبخ والتنظيف وما الى ذلك. واهم حاجة في كل ده اللي تقوي التواصل ما بينكم انكم تخصصوا وقت تصلوا مع بعض وتقروا مع بعض كلمة ربنا. بنشجعك وبنشجعك خلال الازمة دي ان كل واحد يظهر محبته وتقديره لشريك حياته، يخدمه بكل قلبه بالظبط زي ما ربنا بيحب كل واحد وبيقدره. هتلاقوا حاجات تانية كتير بتساعدكم وتساندكم كأسرة على موقعنا focusonthefamily.me.